أهلا بكم من جديد. الاستفتاء القضية الأحدث والأثقل على المشهد القادم، وخطوة أخذت تتضخم في خطاب الساسة. فالرئاسي صاحب الحجر الأول في بركة المركزي أنشأ لها مفوضية، وتوافق رئيسها مع دبيبة على تفعيلها، والأخير وعد بالمضي في هذا المسار أيا كانت نتائجه قبيل موقف مجلس الأمن. وقرار الأخير حمل إشارة دون معارضة أو مباركة، والتقطها الملفي ورآها رابطا حقيقيا بين قوانين لجنة الستة والانتخابات، بل انطلق يذكر البرلمان بأنه مدد لنفسه خارج الصناديق ودون استفتاء خلافا للإعلان الدستوري. الاستفتاء لماذا الآن؟ ولماذا الإبهام؟ وعلى ماذا سيستفتي دعاته؟ ولماذا لا نسمع عن الدستور مشمولا في مواقفهم؟ وهل حل المجلسين هدف الخطوة؟ وهل المسار الأحدث ضرورة مرحلية أم غرضية سياسية؟ وهل يفضي إلى حل حقيقي أم يطيل في أزمة الانسداد الحالي؟ وأين يتقاطع مع بقية التصورات المحلية والأممية والدولية؟ وإن كان الهدف رأي الشعب، فما الذي جعله يبدو أسهل من الانتخابات في نظر دعاته؟ نبحث هذه التساؤلات مع ضيوفنا عبر الهاتف من بنغازي عضو مجلس النواب السيد جبريل وحيدة، وعبر سكايب من طرابلس معنا عضو لجنة الحوار السياسي سابقا السيد معاذ المنفوخ، وعبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي معنا أيضا عضو لجنة الحوار السياسي سابقا السيد علام الفلاح، وعبر سكايب من روما المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للدولة السيد أشرف الشح. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعلي أبدأ معك السيد وحيدة حول حالة الصمت التي الآن نراها بالنسبة لمجلس النواب حديثا عن دعوة الملفي والدبيبة للاستفتاء، يعتبر موافقة منكم على الخطوة أم أنها لا ترتقي للرد عليها بالأساس؟ مساء الخير أخي الكريم، تحية لك والضيوف والمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد هي لا ترتقي إلى مستوى أن يرد عليها مجلس النواب، باعتبار أن مجلس النواب الآن يعتبر المجلس الرئاسي يعني وفق قراراته الأخيرة أنه جزء منتهي. وأيضا هذا العبث الهدف منه طبعا هو عندما نجحوا نوعا ما في المناكفات التي حدثت في البنك المركزي، هم الآن بدأوا صفحة جديدة من المناكفات على أمل أن يتفاعل مع مجلس النواب ربما ويرد عليها. وأعتقد أن مجلس النواب لن يرد على هذه الأمور التي لا تمت للواقع في الصلة. مجلس النواب موقفه واضح جدا فيما يتعلق بتغيير كل هذه الأجسام ونهايتها، سواء كان مجلس النواب أو مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة وكل من في المشهد الآن. السبيل الوحيد هو الانتخابات، والانتخابات قوانينها جاهزة ومتوافق عليها وموجودة عند المفوضية. وأيضا إذا كان هناك يرى البعض أن هناك بديل آخر وهو الدستور، أيضا قانون الاستفتاء موجود من 2018 عند المفوضية، فلتذهب المفوضية إلى استفتاء وإلى انتخابات حتى في ظل هذا الوضع، حتى بدون ربما توافق على حكومة جديدة نحن لا مشكلة لدينا. ولكن الواقع الذي ربما تهدف إليه هذه المناكفات هو إرهاصات لخطوة قادمة يعني تستعد لها الدول المهيمنة على أزمة ليبيا، وهو حوار جديد. هذه المرة ربما تكون أوراق اللعب بالكامل في يد الدول الخارجية لاختيار سلطة ربما على شكل هيئة حكومة أو موحدة، منها هو أن تكون أكثر ولاء وأكثر عمالة وأكثر تلبية للمشاريع الخارجية، وأن تستمر هذه الدول في إدارة الأزمة فقط دون لا 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 لكن حتى نفهم الأمر أكثر، بين اختيار الرد في مرحلة ما والصمت في مرحلة أخرى، مجلس النواب فيما مضى اختار أن يرد على بيان الرئاسي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي طلبكم بإلغاء هذا القانون، رددتم عليه وأعطيتموه سيل من الردود. الآن في هذه المرحلة لماذا يصمت مجلس النواب، ولماذا أنت الآن تعتبرها بأنها خطوة غير واقعية
رغم أنه معالمها تبدو غير واضحة حتى هذه اللحظة، ألا يبدو أن الحكم مبدئي مسبق أو سابق لأوانه سيد جبريل؟ أعتقد أن مجلس النواب لم يرد حتى على موضوع المحكمة، ربما ردت الرئاسة أو رد الرئيس، فذلك شأن آخر. أنا أقصد مجلس النواب من خلال جلسة أو من خلال رد من خلال جلسة، أعتقد أن هذا بعيد. وأيضا حتى في المحكمة الدستورية لم يرد، والأمور في هذا السياق أعتقد أنها واضحة. أنا ما قصدته أن هذه الإرهاصات هي الهدف منها هو خلط الأوراق لمساعدة الدول التي تسعى الآن وربما حتى البعثة إلى خلق حوار جديد لطالما هم ينتظرونه، يعني كل حتى تعطيلهم لتنفيذ القوانين كان الهدف منه أن يوصلون إلى طريق مسدود وبعده تكون هناك لجنة حوار، ربما إرهاصات بدأت بالفعل لتخرج لنا يعني كالمخرج السابق كمخرج جنيف، ولكن هذه المرة ربما أكثر يعني تلبية مصالح للدول الخارجية. نعم. الهدف الأساسي والأخير هو الاستمرار في إدارة الأزمة دون أن يكون هناك حل. إذا اعتبرنا أن مسألة الرد على ما هو متعلق بالمحكمة الدستورية يعبر عن الرئاسة لا عن النواب، لكن لو وقفنا عند مسألة الخطوة المركزية التي بدأها المجلس الرئاسي رد عليها النواب بشكل كلي، عقدوا جلسة وبدأوا ينظرون في هذا الملف والخطوات التصعيدية بدأت تتخذ بشكل متتالي إلى أن وصلنا إلى اعتماد المجلس الإدارة من قبل النواب، فما الذي يجعل المجلس النواب يختار أي مرحلة أو أي خطوة يرد عليها وأي خطوة يتجاهلها ولا يعطي لها أي اهتمام؟ هذا الأمر منطلق من ماذا؟ هل لأنه تعتقدون بأن الرئاسة لا يشكل خطر؟ قد يكون هناك سوء تقدير لأنه لم تعترفوا بخطوة المركزي وفي المحصلة نجح الرئاسي في تنفيذ ما يريد حتى وإن اعترض فيما بعد على بعض التشكيلة. نعم أخي، سؤال جيد جدا هذا. طبعا فيما يتعلق بالبنك المركزي للأسف هذا ما تعامل مجلس النواب مع معالجة الضرر، لأن الحقيقة يعني قصده كانت نتج عنها ضرر كبير جدا للاقتصاد الليبي ولتهديد يعني اهم مؤسسه ليبيه وهي البنك المركزي، ولذلك مجلس النواب تعاطى مع هذا الامر لمعالجه هذا الخلل وهذا واصلاح هذا العطل، لانه امر واقع باعتبار ان البنك المركزي موجود في نطاق تسيطر عليه اطراف يعني غير خاضعه لمجلس النواب، وهو فقط ما حدث كان علاج ل مشكلة تأثر بالاقتصاد الليبي ومعيشة الليبيين وعلجت نوعا ما يعني الآن وحلت هذه المشكلة. أما الآن الاستفتاء فما هي السلطة التي لدى المركز الرئاسي لدى المجلس الرئاسي أو لدى حكومة بيبة على أكثر من 3/4 ليبيا على أرض الواقع؟ كيف سينفذون هذا الاستفتاء؟ وهو عبارة عن فقط يعني ربما محاولة جديدة للفت الأنظار ولخلق أزمة جديدة، أو يعني الهدف منها هو إيصالنا إلى لجنة حوار. لكن إن كان الضرر إن كان يتخوف المجلس النواب من الضرر التي ربما قد تنتج عن خطوة المركز التي أقدم عليها مجلس النواب المجلس الرئاسي، لكن هذه المرة قد يبدو أن الضرر قد يمسكم أنتم بالدرجة الأولى، لا المواطن لا المؤسسات التي تحكم في ليبيا وفي مقدمتها المركزي. الآن يتحدث محمد المنفي بصفته رئيس المجلس على اعتبار أن مجلس النواب هو سلطة تشريعية مؤقتة، يذكر بأن هذا التمديد الذي يعمل عليه مجلس النواب بشكل متتالي لسنوات متعددة لم يرتبط بأي شكل من الأشكال بحالة الاستفتاء، لم يقدم على هذه الخطوة، ويستند في ذلك إلى نصوص تعديل الدستوري ربما السابع والذي جاء بموجبها أيضا مخرجات لجنة فبراير جاء بموجبها مجلس النواب. الآن عندما نتحدث عن إمكانية أن يطرح الرئاسي هذه الشرعية أو الاستمرارية التي فيها الآن مجلس النواب، ماذا سيكون موقفكم في هذه الحالة سيد وحيدا؟ لأن الضرر سيمسكم أنتم الآن. لا هو ما فيش ضرر يمسنا نحن، يعني هو شنو، أنا أؤكد لك أن أغلب أعضاء مجلس النواب هم يريدون الخروج من المشهد اليوم قبل غدا، ويريدون أن تكون هناك سلطة بديلة، سلطة تشريعية بديلة. يعني ربما ما لو أتيت للواقع أنا شخصيا أتمنى أن ينجح هذا الاستفتاء ونخرج ونرتاح، ولكن ما انعكاس ذلك على وضع البلاد؟ نحن سندخل في ربما
إذا ما نجح ذلك. أنا أستبعد أنه يجرى وينجح ويكون له صدى في الشارع وفي المناطق التي لا يسيطر عليها البنك المركزي، ربما سينتج عنه أضرار أكبر من ذلك، تهدد ربما حتى أن تكون ليبيا واحدة كما ذكر البعض. ولكن كل ذلك أنا أعتقد أنه بعيد. الهدف من كل هذه الأمور هو خلط أوراق من جديد لكي يكون هناك حوار، تبرير بالعربي، تبرير لخلق حوار جديد على إثر جنيف، لتكون هناك سلطة متحكم فيها من الخارج أكثر. والهدف كما ذكرت لك هو الاستمرار في إدارة الأزمة واستبعاد خيار الانتخابات. واضح. طالما أنه مجلس النواب تقول بأنه يريد مغادرة المشهد اليوم قبل غدا، وطالما أيضا تكررون دوما بأنه مجلس النواب حظي بهذه الشرعية من الشارع، من الشعب الذي صوت له في الانتخابات قبل سنوات، لماذا لا تذهبون مرة أخرى إلى تمديد هذه الحالة التي هو فيها مجلس النواب، إحياء شرعيته مرة أخرى بالاستفتاء؟ تذهبوا إلى الشارع، ما الذي يمنعكم؟ لأنه لو رجعنا إلى نصوص الإعلان الدستوري فإنه عملية التمديد للمجلس لا تتم إلا بالاستفتاء من قبل الشعب. إن كنتم لا تودون أن يقوم بها المنفي والرئاسي، لماذا لا تتخذوها وتقدمون عليه أنتم يا سيد وحيدة؟ يا أخي هناك خيارات أفضل من الاستفتاء، وخيارات دستورية وقانونية، وهو الاستفتاء على مشروع الدستور أو الانتخابات الرئاسية وبرلمانية. هذه قوانينها موجودة لدى المفوضية، والمفوضية موجودة في الغرب الليبي، والمفوضية هيئة مستقلة لا تخضع فنيا لمجلس النواب، هي كل ما بينها وبين مجلس النواب هي القوانين، والقوانين موجودة لديها، وهي لديها يعني كل استعداد. الآن هي ستجري انتخابات بلدية ولديها استطاعة أن تجري انتخابات في كل ليبيا، فقط ربما ما جعلها تتأخر عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو أنها يشترط القسم القوانين أن تكون هناك حكومة موحدة. يعني اليوم سيد جبريل، هل هناك من يمنع أو ما يمنع الاستفتاء على التمديد لولاياتكم لسنة لسنوات قادمة؟ هل هناك ما يمنع هذه الخطوة الآن؟ وما هو هذه الخطوة حتى وإن كنا في حاجة إليها، لا علاقة للمجلس الرئاسي بها. المجلس الرئاسي التي أتى بحوار معروف كيف أتى هذه السلطة والمجلس الرئاسي وحكومة الزبيبة والشبهات التي صاحبتها، وهو عبارة عن حوار، ولم تأتي بسلطة من يعني بقرار من الشعب أو باختيار من الشعب. هذا ربما هم الآن يحاول أن يعني يخدعوا أنفسهم بأن هذا المجلس هو رئيس. طيب دعنا من الرئاسي إذا كان يملك هذا الاختصاص أم لا، لكن أسألك عن أنتم مجلس النواب. يا سيدي أوصل نقطة الاستفتاء، إما بتحديد أولويات المرحلة القادمة، حل المجلسين، التمديد لمجلس النواب، أو الانتخابات رئاسية برلمانية، أو إنتاج حكومة قبل الانتخابات. كل هذه النقاط ضعوها في استفتاء واحد والشعب يختار ما يريد، إذا كنتم حريصين على تلبية رغبات الشعب يا سيد جبريل. لا، إذا كان نحن الآن نريد أن نحلل رغبات الشعب ونذهب إلى استفتاء، هناك خيارات أخرى، منها شكل الدولة ونظام الحكم، وربما هذه أمور مهمة جدا. كان يفترض أن تكون يتم عليها استفتاء قبل حتى البث في مشروع الدستور، ولكن نحن تجاوزنا هذه الأمور بخطوات أهم، وهي وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي وكذلك الإعلان الدستوري. نحن الآن أمام استحقاقات مهمة، وهي انتخابات إما رئاسية وبرلمانية أو استفتاء على مسوة الدستور، وهذا الواجب قام به مجلس النواب وانتهى منه، وهو الآن موجود فقط ينتظر أن تقوم المفوضية بالانتخابات. لكنكم لم تضغطوا على المفوضية حتى تنفذ. إن كنتم بالفعل جادون في مسألة أن تطرحوا مشروع الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب وسلمتم القوانين، لكنكم لم تسألوا المفوضية لماذا لم تنفذ هذا القانون، لماذا لم تدخل في عملية الاستفتاء وتسبق الرئاسي بأي خطوات قد يقدم عليها أيا كان شكلها في المحصلة؟ يا سيد الاستفتاء يكفي أن هناك حكم من محكمة الزاوية تلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء، وأيضا القوانين موجودة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لدى المفوضية، وربما ما يعرقلها فقط هو أنه يشترط أن تكون هناك حكومة موحدة، ولكن هذا الأمر ربما نستطيع أن نتجاوزه إذا رأينا أن هناك نحن نسأل لماذا لا يتم التفاعل والتجاوب مع هذه القوانين لكي نصل إلى حكومة موحدة وفق الآلية التي حدثت خارج الطريق لنذهب إلى انتخابات مباشرة رئاسية وبرلمانية في مدة محددة. من يعرقل ذلك؟
تعلم أنت ربما لديك حتى ما الموجود الآن في هذه تبقى في قضايا عامة، لكن في التفاصيل ما الذي يمنعكم الآن بشكل واضح وسريع أن تذهبوا في استفتاء لتمديد ولاياتكم أو لإحيائها مرة أخرى؟ ولماذا نذهب لذلك ونحن أمام استحقاق أهم وهو انتخابات واستفتاء على مشروع الدستور؟ هذه المهمة، هذه أهم المهام التي مناطة بمجلس النواب. نعم، شكرا جزيلا لك. ما الداعي لأن نذهب إلى استفتاء فقط لكي نتناغم مع ما يريده المجلس الرئاسي أو الدبيبة؟ وقد يتوافق معه الشارع أو ما يريده أيضا الدستور أو ما يريده نصوص الإعلان الدستوري. فليجري السيد النفي استفتاء، وإذا قبل به الشارع نحن ممنونين له بذلك وسنخرج ولن نقول لماذا. يعني إذا أقدم المنفي على الاستفتاء على مسألة حل المجلسين وكانت نتيجة الاستفتاء بالمطالبة بمغادرة المجلسين، ستغادرون في هذه الحالة؟ لا تمانعوا؟ الاستفتاء يكون عليها كلها، على كل من موجود في المشهد، هو الإنصاف. الإنصاف يا أخي نبيل، أنه من المنصف أن يكون الاستفتاء على كل من موجود في المشهد، كلها الحكومتين، المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس، فليستفتوا الشعب على ذلك، وبعد ذلك من هو موجود في. أشكرك شكرا جزيلا. يستلم السلطة، ونحن نؤيد ذلك. لدينا في 3/4 ليبيا ستستلم السلطة القوات المسلحة العربية الليبية، وفي الغرب الليبي ربما تستلم السلطة المجموعات المسلحة هناك، وتخرج هذه الأجسام، هذا هو البديل. شكرا جزيلا لك. على كل الأجسام الموجودة. شكرا جزيلا لك سيد جبريل وحيدة، عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من بنغازي. أعود مرة أخرى إلى ضيوف الكرام، أجدد ترحب بهم جميعا. لعلي أبدأ معك سيد أشرف الشح فيما يتعلق بمسألة هذا الإبهام عند الحديث أو عند طرح خيار الاستفتاء. لماذا لا يوضح للدبيبة ولا حتى لم نفي قضية الاستفتاء وعلى ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك نبيل وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين. منذ أحداث المصرف المركزي، المواجهة الحقيقية، مواجهة الوجود بين هذه التكتلات السياسية وهذه الأجسام السياسية أصبح واضحا، وأصبح صراع وجودي. كل يوم يمر كل طرف من الأطراف يسعى لإزاحة الطرف الآخر لأنه يهدد وجوده. لكن بغض النظر عن النوايا، عن النية الحقيقية للمنفي وللدبيبة من الرسالة التي وجهت إلى عقيلة صالح، ولكن الرسالة كتبت بطريقة الحقيقة لا يمكن معارضتها من حيث التأصيل، لأنها أصلت لأساس شرعية مجلس النواب كيف جاء وكيف مدد لنفسه بدون استفتاء طبقا للإعلان الدستوري الذي انتخب على أساسه، وأرجع هذا التمديد لحجة عدم الاستقرار ووجود حرب ووجود كذا. فإن المجلس الرئاسي اليوم يقول لهم والله أنتم أيام الحرب مددتوا لنفسكم بالمخالفة للدستور أو للإعلان الدستوري، ولكن اليوم ما شاء الله في إعمار وفي استقرار وفي كذا، فبالتالي هذا كفيل بأنه يسمح بإجراء انتخابات أو إجراء استفتاء على وجودكم. التأصيل في هذه الرسالة أتى من التعديل الدستوري 13 الذي شرعه عقيلة وفرضه بشكل غير قانوني. تعاملوا المنفي والدبيبة تعاملوا مع عقيلة بأسلوب اللي يعطيك حبل كتفه. عند الرجوع للمادة 23 من التعديل الدستوري 13 أو ما يطلق عليه بالتعديل الدستوري 13، يعطي صلاحية لرئيس الدولة والممثل اليوم بالمجلس الرئاسي، لأن الإعلان الدستوري أو التعديل الدستوري 13 نافذ طبقا، نافذ على عقيلة وجماعة لأنهم نشروه في الجريدة الرسمية واعتبروه نافذا ويستندون إليه في كل تحركاتهم السياسية. بالتالي من حق الأجسام الأخرى الموجودة على الساحة السياسية والتي لها صلاحية طبقا للتعديل الذي شرعه عقيلة وجماعته أن يستندوا إليه. هم استندوا على المادة 23 في هذا التعديل والتي تعطي صلاحية حل مجلسي النواب والشيوخ للرئاسة باستفتاء شعبي بعد موافقة المحكمة العليا. اليوم أنت نسمع وحيدة أو غير وحيدة من أعضاء جماعة عقيلة
يقولوا والله المحكمة الفلانية والمحكمة، آخر من يتكلم عن المحاكم وعقيلة وجماعاته، لأنهم ضربوا بعرض الحائط كل أحكام المحاكم، وكان آخرها الحكم الصادر من المحكمة العليا بعدم شرعية قانون إنشاء محكمة دستورية، وأنه لا يجوز للمجلس النواب أن يصدر قانونا كهذا. ولكن مع ذلك لم يلتفتوا لهذا الحكم ولم يحترموا، مع أنهم هم من عينوا أعضاء المحكمة العليا ورئاسة المحكمة العليا الحالية التي حكمت ببطلان قانونهم. بالتالي عندما يخرج أحد أعضاء النواب أو عقيلة يتحدث عن احترام القضاء، يجب أن يواجه بتصرفاتهم اللاشرعية وتصرفاتهم التي لا تحترم أحكام القضاء، ومن لا يحترم أحكام القضاء لا يستطيع المحاججة بأحكام القضاء. بالتالي اليوم ما يقوم به الرئاسي، بغض النظر أعيد وأكرر، وضع خطين تحتها عن النوايا الحقيقية، لأن كل الأجسام الحالية لا تريد انتخابات وتريد بقاء في المشهد السياسي وتريد إزاحة المنافسين، ولكن تأصيله صحيح أنه يمكن حل مجلسي النواب والدولة الذي يعتبر مجلس شيوخ إذا كان اعتبرناه بنظام الغرفتين، من حقهم أن يدعو إلى استفتاء بعد أخذ رأي المحكمة العليا، ونتيجة الاستفتاء على أساسها يصدر قرار بحل المجلسين إن كان الاستفتاء بنعم. نعم. على هذا المشروع. أنا سأعودك في النقطة هذه، لأنه مسألة الاستناد على التعديل الدستوري 13 مدى صوابيتها، لأن هي تؤسس لاختصاصات الرئيس القادم ولا تتحدث عن الحالة. منو قال يا نبيل؟ منو قال هل مكتوبة للرئيس القادم ولا الرئيس الماضي؟ لأن التعديل الدستوري جاء بعد الرئاسي. شوف يا نبيل، من الناحية القانونية عندما نشر، عندما أصر عقيلة بالطريقة غير شرعية، أنا غير المعترف بهذا التعديل لأنه أتى بطريقة غير شرعية بطريقة الربيع، ولكن هو أصل له وأسسه ونشره في الجريدة الرسمية، والمبدأ العام في القوانين والدساتير أنه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تعتبر دخلت حيز النفاذ. بالتالي لا تقول والله إني نقصد به رأو الرئيس القادم، لا، ما لك أنك تقصد به الرئيس القادم، خلي ينتخب رئيس إيه؟ وبعدها رئيس المنتخب. حط إيه والرئيس. نعم. المنتخب، لأنه الرئاسي لم ينتخب من الشعب، فبالتالي هو يؤسس لحالة مستقبلية الرئاسة ليس طرف فيها. لا أنت تتعامل مع الوضع الحالي، اليوم عندك رئاسة في الدولة، ومنين يستمد الرئاسي صلاحيته؟ اتفاق الصخرات. منين مجلس النواب يستمد صلاحيته؟ اتفاق الصخرات. منين يستمد؟ هو كلهم، شوف، هو الصخرات وجنيف وكل الأشياء هذه، ولكن مجلس النواب قال أنا ضمنت التعديل 13 وهو يعتبر أساس الحكم في ليبيا، وهو المرجعية التي يجب أن يستند إليها في الحكم في ليبيا. بالتالي هم أسسوا خطابهم لمجلس النواب باعتباره معرقل للمسار السياسي ومانع لإجراء الانتخابات، ويتحجج في كل مرحلة بحجة مختلفة. بالتالي أسسوا هذا على أساس أن والله يا مجلس النواب خلينا نمشوا الاستفتاء، إذا كان الشعب يبقيكم والله خذيتوا شرعية جديدة، أنت واكتسبتوا شرعية جديدة فقدتوها منذ 2015، وإن كان الشعب قال لا فهذا دليل كافي على أنكم غير شرعيين ولا يمكنكم التحدث باسم الشعب. سأعود لك فيما بعد أنه هناك نقاط متعددة متعلقة بالغرضية السياسية، المحرك السياسي الذي قد يدفع المنفي إلى اتخاذ خطوات، ومع ذلك ها هي النقطة الاستناد على نصوص تعديل دستوري 13 واختصاصات الرئيس المنتخب، محل نقاش وجدل مستمر، لكن أنا أود أن أطيل فيه بطبيعة الحال ومحاولة الاستناد عليها مدى صوابيتها قانونياً، وإن كان الجميع لا يحترم القانون الآن ولا حتى أحكام القضاء التي تصدر ضده وضد خصومه. وبالتالي سيد معاد المنفوخ، أعتذر منك على الإطالة، لكن الآن ونحن نتحدث عن هذا الاستفتاء المبهم الغير واضح، عن أي قضية سيستفتى أو الشعب أو سيخوض الملفي ومن معه حالة الاستفتاء عليها، إن كان حل المجلسين، الدستور، الانتخابات أولا إلى غير ذلك. لكن في المحصلة، طالما بأنه قضية استفتاء الشعب وأخذ رأيه أسأل وبسيطة جدا، لماذا لا يتم أخذ رأي الشعب في الذهاب مباشرة إلى الانتخابات أيا كان شكلها، متزامنة، برلمانية فقط، رئاسية، إلى غير ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة عطرة لك صديقي ولضيوفنا الكرام وإلى المستمعين بالكامل.
طبعا بالنسبة لقضية الاستفتاء، كما يعلم يعني الجميع، دعنا لا نقول أنها يعني قضية وطنية، إنما هي بالدرجة الأولى قضية سياسية صرفة، وإنما أداة سياسية تستعمل الآن كما يستعمل يعني مجلس النواب أداته التشريعية، وكما يستعمل كل يعني سلطة تستعمل السلطة التي تملكها، فهي الآن يعني تعتبر أداة بالدرجة الأولى أداة سياسية أكثر من إن هي أداة وطنية بالدرجة الأولى، لنبقى يعني متفقين يعني على هذا الأساس. هذا أولا. أما بالنسبة للأجسام اللي هي موجودة الآن حاليا، لنكون يعني متفقين أيضا أن جميع الأجسام اللي هي موجودة حاليا لا تريد الوصول إلى الانتخابات، سواء كانت يعني محلية أو كانت يعني دولية، إنما الانتخابات يعني شماعة يعلق عليها كل الأسباب فقط. بالنسبة للقانون الذي صدر عن مجلس النواب والتعديل الدستوري الذي صدر عنه التعديل الدستوري 13، أيضا لا يهدف إلى انتخابات حقيقية، إنما مجلس النواب قام بوضع العصا في العجلة بالشروط التعجيزية التي وضعها في قانون الانتخابات، وجعلها في أيدي المفوضية العليا للانتخابات التي حقيقة لا تملك أدوات التنفيذ، بحيث كما ذكر السيد وحيدة أن الشرط من شروط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وجود حكومة موحدة، وأيضا يعلمون أن لا توجد حكومة موحدة الآن، وأيضا نعلم حقيقة أنه لم يتم السعي لأجل حكومة موحدة، إنما فرحين جدا بهذا التقسيم، وأن يأتي لكل جسم منهم نصابة. أما الخوف الآن الحقيقي، لأن يعني التجارب السابقة علمتنا أن كانت يعني هناك أجسام كادت شبه أن تكون يعني محجرة وأشبه يعني بالأصنام، كانت موجودة يعني على بعض رئاسة المؤسسات في ليبيا، منها المؤسسة الوطنية للنفط، ومنها رئاسة مجلس أعلى للدولة، ومنها آخرا رئاسة مصرف ليبيا المركزي. كل هذه الأجسام التجارب التي كانت يعني سابقا ان هي وصلت الى مرحله تغييرها، اصبح الان الجميع مهدد بالخطر، وهذه هي الميزه الاولى التي هي موجوده لدينا الان. اما بالنسبه للاستفتاء يعني في حد ذاته، لا اعتقد انه هو حيكون فيه يعني استفتاء، يعني اعتقد انه حيكون يعني بالسهوله اللي هي يمكن ان يجري على كافه الاراضي الليبيه الان على حسب يعني مكان الموضوع، الا اذا كان فيه اتفاق حقيقي على الأطراف اللي هي موجودة يعني في الأرض بشكل يعني مباشر، التي تملك السيطرة سواء على المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية أو الجنوبية، لإجراء استفتاء حول موضوع معين، هنا سيتم النجاح. وأيضا بالنسبة للأجسام السياسية، احنا في السابق كانت عندنا 4 أجسام سياسية: حكومة طرابلس، حكومة القيادة العامة في المنطقة الشرقية، مجلس أعلى للدولة كغرفة تشريع في المنطقة الغربية، ومجلس النواب غرفة تشريع في المنطقة الشرقية. الآن لم تعد هذه الأجسام 4، الآن الأصح أنه أصبح مجرد جسمين فقط: مجلس النواب عندما كان في طبرق، ليس مجلس النواب الآن وهو في بنغازي، ومجلس أعلى للدولة لما كان برئاسة خالد المشري، ليس كمجلس الأعلى للدولة الآن، ولا نعرف أي مجلس أعلى للدولة فيهم، أعتقد الآن جسمين ولم يجتمع أصلا في القريب في المدة القريبة القادمة. فأصبح الآن هناك جسمين فقط الآن يمكن تحديدهم كأطراف سياسية، لم تعد توجد هناك 4 أجسام. هذه الأجسام الاثنين السياسية إذا وصلت إلى اتفاق مع بعضها البعض لإنهاء ما يسمى بمجلس أعلى للدولة وبمجلس النواب عن طريق استفتاء أو عن طريق طريقة أخرى، أو بالدرجة الأولى الطريقة الأولى اللي هي الاستفتاء، هنا سيجي الاستفتاء. وبالتالي يا سيد أشرف الشح، عندما نتحدث عن الغرضية السياسية، تعتقد بأن هناك غرضية سياسية للتلويح الرئاسي في كل مناسبة الحديث عن الاستفتاء؟ حتى في مجلس الأمن ذكر القرار بما قاله المنفي، لكن في المحصلة هل المنفي بالفعل يود أن يذهب إلى هذه الخطوة، أم فقط هو يحاول الضغط على مجلس النواب ليحقق مكاسب سياسية بعينها، ولا يود في المحصلة أن يسمع صوت الشارع؟ صوتك يا سيدي السيد أشرف عذرني. هل تسمعني؟ الآن تمام، جيد، تفضل. زي ما بدأت حديثي أن الغرض هو غرض سياسي بغض النظر عن التأصيل، الكل يستشعر الخطر على موقعه والمواجهة في الفترة القادمة، خاصة مع التداعيات الأخيرة للمصرف المركزي أثبتت أن كل يحاول أن يستبق خطوة الآخر لكي يزيحه ويتخلص من تهديده، بالتالي إن لم تقم بخطوة سوف يقوم الطرف الآخر بخطوة مضادة. بالتالي عقيلة ومعسكره عودونا خلال السنوات الماضية بخطوات الاستباق، بوضع الجميع أمام أمر واقع والتعاطي معه
وفرض ما يمكنهم فرضه منه. اليوم انقلبت بعد أحداث المركزي، بعد خطوة المركزي، والتي استفدنا منها إزاحة شخص كان يسير مؤسسة مالية للدولة لأغراض سياسية. الحقيقة الكل يستشعر اليوم بارتياح من تغيير الصديق الكبير، والاقتصاد الليبي بدأ في نوع من الاستقرار وانخفاض لسعر العملة، وهناك إجراءات لأن المؤسسة رجعت للعمل بشكل فني وليس سياسيا إلى حد الآن على الأقل، لأني أعتقد أن في المرحلة القادمة هناك تطورات سوف تحدث، ولكن على الأقل لحد الآن تغيير السروج فيه راحة. بعد هذه الخطوة المبادرة من قبل الرئاسي وحكومة الدبيبة لا يمكنهم أن يقفوا عند هذا الحد، لأن الطرف الآخر سوف يقوم بخطوة، لذلك يجب أن يستبقوه ويضعوه في الزاوية ويستمروا بالمبادرة، لأنهم إن استكانوا فسوف تكون المبادرة من الطرف الآخر وسوف يهدد وجودهم السياسي، بالتالي هي خطوات سياسية لكلا الطرفين. ولكن مع ذلك نحن مستفيدين على كل الأحوال كشعب ليبي يريد التخلص من هذه التهمة التي جثمت على صدور الليبيين كل هذه السنوات دون إرادته ودون رغبته. كل هذا الحراك من الطرف والطرف الآخر علّه يأتي بمخرج لإزاحة الجميع، للخروج خروج الكل من المشهد السياسي. ولكن أنا أعيد وأكرر أن المعضلة الكبرى في وجود عقيلة صالح وما يسمى ببرلمانه واتكائه على شماعة أننا منتخبون وأننا نمثل إرادة الشعب، هذه الشماعة يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون هناك صوت للشعب. هل سوف يجرى الاستفتاء حقا؟ هل يمكن للمنفي والدبيبة أن يجروا الاستفتاء على كل الأراضي الليبية؟ الحقيقة هذا سؤال يحتاج إلى إجابة، لأن زي ما قال معاد أن الوضع يجب التنسيق فيه مع من يتحكم فعليا على الأرض سواء في المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية. هناك أطراف وكل الوجهات السياسية هذه لا تسوى شيئا إن لم تكن متفقة مع من يحكم فعليا على الأرض بقوة السلاح، وكلنا نعرفهم سواء في الغرب أو في الشرق. بالتالي هل يمكنهم فعل ذلك؟ أعتقد لو التقت المصالح ما بين أولاد حفتر وما بين دبيبة وجماعته في أنهم يزيحوا المجلسين ويبقوا في الساحة لوحدهم، ويمكنهم أن يفعلوا مثل هذا الاستفتاء. نعم. ولكن إن لم يتفق أولاد حفتر وحفتر مع هذه الخطوة، أعتقد أن الاستفتاء سوف يكون في المنطقة الغربية. نعم. فقط، حتى لو أنهم تحججوا بأنهم حيديروه بشكل إلكتروني أو بطريقة أخرى، ولكنه لن يكون فعالا إلا في حالة موافقة حفتر وأولاده. أنا سأعودك في هذه النقطة لنفصل فيها عن شكل الصفقة والمكسب الذي تعتقد بأنه إن تحصل عليه حفتر وأبنائه سيقبل بأن يزيح عقيلة صالح من المشهد وفق اعتقادك، أي مسار أقرب في هذه الحالة؟ لكن سيد معاذ المنفوخ، رغم عدم إيمانك بمدى جدوى ووقعية مثل هكذا خطوة قد يقدم عليها الرئاسي في قادم الأيام وإن كان يلوح بها دون أن يوضح معالمها، ألا تعتقد بأنه قد تعبر خطوة المركزي وتوافق دبيبة مع المنفي وقدرتهم على إحداث التغيير في إدارة المركزي يدفعهم بالفعل إلى أن ينتجوا هذه الحالة الجديدة عبر استفتاء جديد بغض النظر عن مدى قدرتهم على تنفيذه في مناطق هي خارج سيطرتهم وسلطتهم، إن تحدثنا عن الشرقية أو حتى المنطقة الجنوبية؟ نعم، طبعا بالنسبة للاستفتاء كما ذكر السيد أشرف يمكن أن يكون إلكترونيا أو بعدة يعني طرق أخرى يمكن أن يتم يعني استغلالها، وليس يعني حضوريا يعني بالدرجة الأولى، خصوصا أنه هو ليس يعني ليس أن نتحدث يعني عن الانتخابات يعني في حد ذاتها، ولكن نتحدث عن رأي عام، أين التوجه يعني للرأي العام، هل هو مع أو ضد سواء على أي موضوع يعني كان. أما بالنسبة لقدرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أو حكومة دبيبة في التغيير، قلت لك أوضحت يعني التجارب السابقة سواء في تجربة المؤسسة الوطنية للنفط وتجربة رئاسة مجلس أعلى للدولة وآخرا تجربة مصر في البنك المركزي، أو
أوضحت هذه التجارب أنهم يمكن يعني أن يفعلوا الكثير والكثير. والتحدي قلت لك يعني مجموعة كبيرة جدا يعني من الأشخاص ظننا في بعض الأوقات أنها يعني أصنام ولا يمكن يعني تغييرها أبدا، ستبقى إلى أبد الآبدين يعني إلا أن تدركها الوفاة ربما. ولكن اتضح يعني عن طريق الحلف الحكومة والمجلس الرئاسي أن كل شيء أصبح يعني ممكنا، وكل الآن الأشخاص الذين ترأسوا يعني أجسام أصبحوا الآن يعني خائفين بشكل كبير جدا، وأصبحت الكراسي تتأرجح من تحتهم. فهذا يجعل دائرة خوف كبيرة جدا من أصحاب المصالح الأخرى أو كل من ينافس الطرف السياسي اللي هو متمحور وراء حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، أنه الآن في دائرة الخطر. وأعتقد أنه يمكن أن تتم، وليست يعني لا يمكن، ولكن تحتاج إلى اتفاق كما للتنفيذ. إذا كانت مثلا على سبيل المثال قلنا مثلا اللي هو إزاحة مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب من المشهد يعني بشكل كامل، تم الاستفتاء وتمت الإجابة بنعم على سبيل المثال، من سيقوم بتنفيذ هذا النتائج يعني الاستفتاء على أرض الواقع؟ نقول المنطقة الغربية يوجد فيها مجلس أعلى للدولة وهي يعني مثالا أو تبعيتها بشكل مباشر للحكومة والمجلس الرئاسي، أما في المنطقة الشرقية لا يزال يوجد فيها مجلس النواب. فلتنفيذ هذا الاتفاق يحتاج إلى اتفاق أيضا حول بين الأطراف الممكنة أو المتمكنة في الأرض ما بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتنفيذ إذا ما كانت النتائج يعني بالإيجاب أو بالسلب. سيد أشرف، أنت أشرت لنقطة إمكانية التنفيذ في المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر ما إن حدثت ربما توافق نسميه صفقة أيا كان. ما الوضعية التي تعتقد بأنه سيتخلى فيها حفتر عن عقيلة صالح الذي يوصف بأنه الجناح السياسي لما يعتبره مريدوه القيادة العامة؟ هذا سؤال عظيم الحقيقة. خليفة حفتر لن يتنازل عن عقيلة صالح وعن مجلس النواب الغطاء الشرعي له الذي يستعمله طبعا، والذي تدعمه مصر بالدرجة الأولى، لأن الحكومة المصرية الأداة الوحيدة لها هي التي تثق فيها هي عقيلة صالح ومجلسه، وتحاول المحافظة عليه. وفي مرحلة سابقة حاول بلقاسم ابن حفتر إزاحة عقيلة صالح وتم إنقاذه من رئيس المخابرات المصرية في زيارة له لحفتر. لكن لماذا، ما هو الثمن الذي يقبل به خليفة حفتر في إزاحة مجلس النواب أو عقيلة صالح؟ أعتقد أن الثمن سوف يكون ثمن كبير جدا لا يستطيع دفعه عبد الحميد الدبيبة. حتى أنا لا أذيع سرا أن هناك لقاء تم الأسبوع الماضي في دبي بين ممثلين لحكومة الدبيبة وابن حفتر، وكله في إطار إيجاد صفقة للتقاسم على كالصفقة التي أجريت لتولية فرحات بن قدارة في مؤسسة النفط، وكالصفقة التي لم تنجح في قصة المركزي في بدايتها لتولية محمد الشكري والتي تطورت بشكل آخر بعدها. اليوم هناك محاولات، وهذا وأنا لا أذيع سرا أيضا إن قلت أن الدول الغربية بشكل عام مرتاحة لأي اتفاق ما بين الدبيبة وبين حفتر. حتى ستيفاني خوري اليوم تعد لمشروع حوار سياسي خلال شهر نوفمبر سوف تعلنه. لا زال غير متضح المعالم حتى من ناحية التمثيل، ولكنه سيرتكز على الموجودين في الساحة السياسية، شبيه أو قريب جدا مما قام به بتيلي. وهي تسعى في هذا الإطار إلى عقد صفقة ما بين الأطراف وإبقائها مع ضمانات سطحية بقصة والله الانتخابات ونجر الانتخابات في خلال مدد معينة وتعديلات قوانين 6+6 والكلام الفاضي. بالتالي أعتقد اليوم أن خليفة حفتر هو في موقع أقوى بالنسبة للدبيبة، لأن الدبيبة هو من يحتاج لعقد صفقة مع خليفة حفتر، وخليفة حفتر يحاول الابتزاز ويحاول الحصول على المزيد. عروض مغرية قدمت لخليفة حفتر وأبنائه، يمكن الإفصاح عنها؟ ولكنه ماذا تبقى؟ نعم؟ ماذا يمكن الإفصاح عنها؟ ما الذي تبقى؟ شوف الخط الخيط الفاصل للدبيبة هو رئاسة الحكومة. الدبيبة لا يستطيع أن يتنازل عن رئاسة الحكومة، وهو مستعد للتنازل عن كل ما دون ذلك. ماشي.
وحفتر السقف متاعها أن والله حتى رئاسة الحكومة يبيها والدبيبة يمكن أن يكون حتى وزير. فهنا العملية عملية وجودية طبعا، كل واحد شيطانة في جيبه وكل واحد يقرأ في النقص للثاني. لذلك أنا أستبعد أن هذين الطرفين يصلوا إلى اتفاق، ربما يصلوا إلى اتفاق في مؤسسات في تقاسم أموال كما فعلوا اليوم. اليوم الأموال تصل للطرفين، اليوم بعد صفقة المركزي اليوم الأموال سوف تصل إلى الطرفين، سوف يجدوا لها الإخراج المناسب وسوف تصل إلى الطرفين لكي تحقق الاستقرار المطلوب لعملياتهم التمويلية، لأن وجودهم يعتمد بالأساس على التمويل. كل من يدور في فلكهم إن لم يكن هناك تمويل سوف يتركهم، وخاصة في المنطقة الغربية، مع أن هناك خلافات اليوم في المنطقة الغربية وهناك مفاوضات تحت الطاولة لتغيير بعض الشخصيات ووضع بعض الأسماء، ولكن هذا ليس هو الأساس. الأساس هو المفاوضات التي تجري ما بين حين وآخر ما بين الضفة الشرقية والضفة الغربية لعقد صفقة وجود بقاء والتخلص من الواجهات. الواجهات من هم؟ واجهات مجلس النواب ومجلس الدولة. عندما يصلوا إلى قناعة أنهم غير محتاجين لهما من السهل إخراج استفتاء لإلغاء هذين المجلسين، سهل جدا، ولن يستطيعوا المعارضة. زي ما شفت توني وحيدة قبل ما يخرج قال والله إحنا كنا نخرج من المشهد يستلم السلطة القوات العربية الليبية الاسم الطويل متاعهم، فهمتني؟ بالتالي هم لا حول لهم ولا قوة. إن قرر حفتر وأولاده إزاحتهم فهم سيزاحون. ولكن اليوم والله تقول لي والله إجراء الاستفتاء، الإجراء الاستفتاء زي ما قلت يمكن إجراء إلكترونيا، يمكن إجراء عن طريق الهاتف عن طريق شركة المدار والبيانة، فهمتني؟ ولكن هل سيتعامل مع النتائج هذه خليفة حفتر ويزيح مجلس النواب والمجلس الرئاسي؟ كيف يمكنه تنفيذه في المنطقة الشرقية؟ هو هذا السؤال. الباقي كله سهل الإجابة عليه. وبالتالي اسمح لي نذهب لأرحب بضيف الذي ينضم إلي الآن، سيد راقي المسماري أستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية. أهلا وسهلا بك سيد راقي في حوارية الليلة، ونحن نتحدث عن التلويح الرئاسي في كل مناسبة بالحديث عن الاستفتاء، لكن وكأنه خطوة الرئاسي تبدو ناقصة إن وقفنا عند الحديث عن مسألة الاستفتاء على الدستور، وكأنها استعراض لأوراق القوة لا أكثر، ولا يبدو أنه قد يسير إليها في القريب العاجل، على الأقل عندما نقرأ خطابه وما يقدمه من بيانات في كل مناسبة. تحية طيبة لك ولضيوفك ولمشاهدي قناتكم. في البداية يعني أنا أؤكد أن هناك صراع سياسي، الكل يريد استخدام أسلحته في هذا الصراع. السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان تريد استخدام أسلحتها التشريعية عندما صاغت قانون وأصدرته بطريقة أو بأخرى، هو قانون إنشاء المحكمة الدستورية. قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو المقصود به ردع مثل هكذا تحركات سياسية من جانب الرئاسي. هو ربما يحسب للمجلس الرئاسي الحقيقة، يعني في ظل الصراع، نحن نتحدث في ظل آليات صراع سياسي، فالكل متاح له ما يقدمه، يعني بعيدا عن الاهتمامات الوطنية، الاستحقاقات الوطنية، العملية الانتخابية، ولا أعتقد أحد يعني مشغول الآن بالعملية الانتخابية، يعني كل سلطان زمانه في مكانه، هذا كل الليبيين يتفقون ويعرفون هذا جيدا، وبالتالي لا أحد منشغل بالعملية الانتخابية والانشغال كله. أعتقد أن كل الأطراف الآن تعمل على حقيقة يعني نفقد مع بعض أو نبقى مع بعض، وبالتالي أعتقد أن المجلس السياسي كسب ربما جولة عندما تقمص دور السلطة السياسية، بينما هو لو رجعنا لاتفاق تونس جنيف أو لاتفاق الصخيرات اللي هو المرتكز الأساسي لتونس جنيف، هو جزء من السلطة التنفيذية واختصاصاته محصورة أين؟ محصورة في تمثيل الدولة في الخارج، احتمال سفراء، قبول سفراء، يعني مسألة البروتوكولات والتشريفات فقط لا غير. ولكن حراكه الأخير في ما يتعلق بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ربما يعني ابتلعه الحقيقة، هو الطعم ابتلعه مجلس الدولة ومجلس النواب. كان على مجلس الدولة ومجلس النواب ألا يجلسا في المفاوضات التي عرضتها البعثة إلا بعد صحب قرار المجلس الرئاسي بخصوص إقالة الكبير أو تفعيل قرار الشكري، وبالتالي عندما يعني ذهبا في مسار البعثة أصبح المجلس الرئاسي
يعني بمضمون الفهم الكبير أقاله المجلس الرئاسي. من جاء بعده مش يعني مش على الخطة التي كان رسمها الرئاسي أن يأتي بالمحافظ من قراراته. نعم جاء السيد عيسى بتوافق مجلس النواب والدولة، ولكن يعني كسب نصف الطريق الرئاسي، 50% إقالة الكبير، 50% تكليف محافظ آخر، وبالتالي تقمص المجلس الرئاسي دور تمثيل السلطة السياسية في ليبيا، وهي سلطة كانت غائبة الحقيقة، لأننا في ليبيا كنا نتعامل مع سلطات ثلاث، تشريعية وقضائية وتنفيذية. الآن لدينا سلطة رابعة هي السلطة السياسية التي يتحرك من خلالها المجلس الرئاسي. أعتقد أنه كسب هذا الدور وبدأ بعد كتابه أمس، وهو يعني يخاطب البرلمان على أساس الحفاظ على توازن الدولة، الحفاظ على توازن السلطات، الحفاظ على عدم الافتئات على الاختصاصات، الاحتفاظ يعني باحترام الدستور في مسألة يعني تشكيل أو إنشاء محكمة دستورية، الحفاظ على بقاء القضاء الدستوري ضمن داخل نطاق دائرة دستورية في المحكمة العليا، وعدم يعني أصبح هو ناصح، وبالتالي أصبح يلعب دور سياسي وأصبح سلطة سياسية. هذا طبعا يعاب على البرلمان ومجلس الدولة. كل البعد والتفرقة وكل عدم الانسجام الذي حدث في عام تكالة في مجلس الدولة مع البرلمان هو اللي مدح الطريق الحقيقة للرئاسي، لأن مسألة الدخول الرئاسي من عند مصرف ليبيا المركزي هي سببها التأخر في تنفيذ مخرجات بوزنيكا فيما يتعلق بالمناصب القيادية، وبالتالي كلما ابتعد أعتقد يعني البرلمان عن مجلس الدولة ثم لعب الرئاسي دورا مدفوعا في طموحات حكومة الوحدة الوطنية للاستمرار في السلطة. استمعت قبل قليل لو يعني تريد مني أن أسترسل أو تطرح سؤالا أو تنقل يعني الحوار إلى شخص آخر. في النقطة سأعود لك فيها، هي النقطة المتعلقة التي طرحها ضيوف الكرام منهم السيد أشرف هنا قبل قليل، هو الذي يتوقف أو يحول دون إقدام الرئاسي على مسألة الاستفتاء أيا كان شكلها ووفق أي عناوين قد يطرحها للاستفتاء، هي قدرة الرئاسي على جعل هذا الاستفتاء أمر واقع ويفرض على أرض الواقع في مناطق هي لا تتبعه على مستوى الإدارة ولا حتى على مستوى السلطة التي يديرها. أنا أحيل لك هذه النقطة في الجولة القادمة حتى تأخذ فيها وقتك وتفصل، لا أدري إذا كنت تتفق مع ما يطرحه ضيفي أو ربما لديك رأي آخر قد تقدمه. إذا سمحت لي فقط حتى لا نطيل على السيد معاذ المنفوخ، سيد معاذ لو أردنا نرتب الأولوية من حيث المسائل التي بدأت تطرح الآن على الحالة الليبية وعلى المشهد السياسي الذي يبدو أنه في حالة مراوحة سياسية إن صح التوصيف هنا والتعبير، بين الحديث الآن على الاستفتاء، الحديث عن حكومة موحدة أو مدمجة قد تأتي بحوار قد تديره ستيفاني في هذه المدة المتاحة لها مدة 3 أشهر، وهناك أيضا رعاية أمريكية لمسألة الميزانية. لو أنت أردت أن ترتب الأولويات، أي منهم يبدو لك أكثر أولوية وذي جدوى سيحقق انفراجة ويحقق اختراق في جدار الأزمة؟ شوف لو نتحدث يعني عن أولوية، أول شيء يجب أن هو أن يكون فيه برنامج يعني شامل أو اتفاق شامل لإزاحة يعني كل الأسامي اللي هي موجودة وخروج مشرف على الأقل يعني لما تبقى يعني منها بشكل يعني مباشر، وأيضا وتغيير كل ما هو موجود يعني بوجوه جديدة ربما تبعث يعني الخير في ليبيا وربما يأتي يعني على يديها الخير. أما إذا كنا بنتحدث عن ماذا ممكن أن يحدث الآن وهو ماذا أقرب سيناريو ممكن أن يحدث الآن، أول شيء بالنسبة للتقارب أو بالنسبة لتوحيد الحكومة أو الخلاف الحاصل الآن حاليا، هذا الخلاف الحاصل الآن حاليا في باطنه اتفاق، متفقين جميع الأطراف الآن سواء كان يعني شرقا أو غربا على هذا الاختلاف. هذا الاختلاف هو الذي أتاح الفساد في المال العام، هو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة، هو الذي يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يمكن على ضوءه الصرف يعني يمنة ويسرى، هو الذي أتاح الانفاق يعني الموازي، هو الذي أتاح عدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا وحاليا من عشرات يعني السنوات. فهذا هو الانقسام، هو انقسام على أرض الواقع، هذا هو انقسام، هذا هو انقسام يعني مقدم إلى عامة الناس ومقدم إلى الشعب، ونحن نرى هذا الانقسام. أما هذا الانقسام في واقعه هو بناء على توافق موجود بين طرفين لكي لا يتم
وجود يعني أي رقابة أو أي مساءلة أو كل ما يحدث الآن أو كل هذه الصفقات التي تحدث الآن نلقيها على الانقسام. وأيضا أما بالنسبة على أرض الواقع فالجميع مستفيد من أطراف يعني سياسية بالنسبة لهذا الانقسام. أما بالنسبة إلى إذا أردنا يعني خطوة حقيقية لن تنجح سواء حكومة موحدة بدون تغيير مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب، ولن ينجح تغيير مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب بدون حكومة موحدة. فنحن نحتاج إلى مجموعة شاملة من القرارات اللي هي يكون فيها تغيير سلطة تنفيذية وتشريعية مع بعضها البعض، والرقابية والقضائية أيضا لاحقة لها. سيد أشرف، أنت أشرت إلى قبل قليل إلى موقف المتوقع من السلطات التي تحكم في الشرق، لكن عندما نأتي للمجلسين الآن النواب والدولة، أن الدولة الذي يخوض حالة من حرب الأحكام القضائية إن وصفناها كذلك ما بين الرئيسين أو الرجلين تكالا والمشري، ولم يحسم هذا الجدل حتى هذه اللحظة، في سياق الرد على خطوة المنفي المنتظرة أو المرتقبة، في اتجاه سيكون؟ هل يسارع هذا الأمر من عقد المجلسين لجلسة حوار قد تكون برعاية أممية أو بشكل منفرد لإنتاج حكومة ومجلس رئاسي جديد؟ هذا هو المتوقع، لأنه مجلس النواب حتى هذه اللحظة لم يرد، اختار أو كلف بذلك، وكأنه كلف حماد بالرد يا سيد أشرف. نعم، هو كلف حماد بالرد، هو يحاول التعالي بأن المجلس الرئاسي خلاص منتهي وأنه هو أصدر قرار فيه، بالتالي لا يجب الرد عليه، وكلف حماد أن يرد عليه. لكن بالنسبة لموضوع مجلس الدولة، صراع ما بين المشري وتكالة الذي تدعمه أطراف أخرى، المشري وتكالة عبارة عن واجهات، المشري يمثل الواجهة التي تريد إزاحة الدبيبة وعقد صفقة مع عقيلة لإزاحة الدبيبة والانتقام منه، وتكالى الذي يحاول الاحتماء به الدبيبة لكي يعرقل أي عملية إجراء تغيير له بصفقة من خلال عقيلة والمشري. الطرفين لن يتنازل إلا إذا كانت هناك قوة على الأرض تدعم هذا الطرف أو ذاك، وهذا ما يتم الآن، محاولة عقد صفقات مع القوة الموجودة على الأرض لهذا الطرف أو ذاك لتغليبه، وهذا سوف يؤثر على المشهد السياسي وعلى تغييرات حتى في أسماء في وزارات سوف تكون الفترة القادمة، لأنه هناك عملية تفاوض على هذه المسألة كي يؤتمن شر عقد صفقة ومنح شرعية عقد أي لقاء مع مجلس النواب من قبل مجلس الدولة. اليوم مجلس الدولة عبارة عن مجلس معطل لا يمكنه الطاعة، مع أن بعثة الأمم المتحدة متعاطفة مع المشري، وكل سفراء الدول اليوم في حفلاتهم يدعو في المشري ويدعو في تكالة، والجلسة التي يجلس فيها تكالة والمشري على كل طاولات الحفلات متاع السفراء دي مضحكة الحقيقة، غريبة أنهم يحاولوا يقدموهم الاثنين واللي يربح منهم بعد يتعاملوا معه. عموما مسألة الاستفتاء، العودة إلى مسألة الاستفتاء وكيفية إجرائه، هناك من الآن من يجس النبض الحقيقة، هناك من يقول أن الاستفتاء ليس لغرض حل مجلسي النواب والدولة، وإنما لفرض عملية انتخابية، وأن من يعرقل هذه الانتخابية هو مجلسي النواب والدولة. هي عملية الإخراج اليوم للاستفتاء يحكمها ردات الفعل، ردات الفعل المحلية والدولية. الرسالة التي أرسلها المنفي لعقيلة هي عملية تمهيد، ولكن الخطوة النهائية في إخراج الاستفتاء كيف سيكون وما هي أهدافه تعتمد على ردات الفعل وتعتمد على الصفقات. الطرف اللي في الشرق غادي متحكم حفتر وأولاده، لأن خلينا نركز أن حفتر وأولاده ليسوا في فسحة من الوقت، الوقت يداهمهم في عملية توريث، لأن عملية تمكين أحد الأولاد في الحكم بعد والده مسألة تؤرق مضجعهم، ويحاول هناك منافسة بين الأولاد، وهناك محاولة لفرض الوجود ومحاولة لصدام حفتر اليوم في أمريكا رايح يعمل في جولة، وعملية بروباغاندا ونقاش مع شركات الضغط هناك ومؤسسات الضغط لكي يمهد لعملية مباركة خلافته لوالده. بلقاسم حفتر يحاول حتى هو أن يؤصل وجوده بقصة الإعمار،
المطبلين الحقيقة من شخصيات على رأس مؤسسات تحضر مع هذا وذاك وتصفق لهذا وذاك انتظار من سيكسب منهما، ولكن لم يستتب الأمر بشكل نهائي، حتى هم محتاجين لصفقة مع الطرف في الغرب لكي يضمنوا وجودهم في أي مؤسسات مستقبلية. هناك الآن دراسة لتكليف شخصية من الغرب في مؤسسة أعمار، هذه إعادة الأعمار بتاع بلقاسم، كي تبدأ في التمهيد السياسي لهم في الغرب الليبي من خلال شخصية لها نفوذها على الأرض أو لها علاقات جيدة بالقوة على الأرض. هناك العديد من التحركات، ولكن كل الأطراف اليوم لا ترى صورة واضحة للمستقبل. كل الأطراف تحاول أن تقوم بخطوات ولكنها غير ضامنة لنتائج هذه الخطوات، ولا ترى مستقبلا مريحا. بالتالي سوف نرى أو نتابع العديد من الخطوات المرتبكة أو الارتباك في التحركات خلال الفترة القادمة، لأن كل طرف لا يضمن ردة الفعل. لذلك هناك عملية تمهيد لكل خطوة، زي رسالة المنفي هذه تمهيد تنتظر الآن ردود الفعل، ومن بينها حتى اللقاءات التلفزيونية والتعليق على هذه الخطوة والتأصيل لها ودعمها أو مهاجمتها. بالتالي الرأي العام الشعبي هل سوف يكون معها مش معها؟ الأطراف القوى على الأرض حتى هم من الناس، وأغلبهم ناس تستمع إلى ما يقال، لذلك سوف تتأثر بهذا الطرف أو ذاك. الحقيقة ما زال فيما يقال، ولكن الخطوات التي سوف يقوم بها لن تأتي إلا بعد دراسة ردات الفعل ودراسة الأجواء المحلية والدولية. وبالتالي سيد راقي، طالما المشهد يبدو غير واضح أو ضبابي حتى هذه اللحظة، ورغم كل هذه الخطوات المتتالية كما يقول ضيفي السيد أشرف شحق بالقليل، وبالتالي كان سؤالي المعلق والذي كنت أبحث عن إجابة من خلالك هو مسألة السلطات التي تحكم في الشرق تحديدا العسكرية منها، ما الذي قد يجعلها أن تقبل خطوة الرئاسي بإجراء الاستفتاء أيا كانت مواضيع هذا الاستفتاء، حل المجلسين، تحديد انتخابات إلى غير ذلك، رحيل الجميع ربما؟ فبالتالي السلطات التي تحكم هناك، ما الحالة التي قد تجعلها تقبل بهذا الاستفتاء الذي قد يجريه المنفي ومن معه؟ ده هو في الحقيقة المسألة سيد نبيل ليست ضبابية ولا هي صعبة. إذا كان اعتمدنا على المسار العقلاني والمنطقي اللي احنا توقفنا عنده ربما، يعني المسار العقلاني والمنطقي توقف ربما عند الورقة المطعون فيها في انتخابات مجلس الدولة. احنا إلى حين عملية الانتخابات في مجلس الدولة عند ذاك المسار توقفنا عند الآتي، أن هناك قوانين انتخابية جاهزة للتطبيق استقبلتها المفوضية الوطنية للانتخابات وأصدرت بناء على تلك القوانين لوائح تنفيذية، وصرحت المفوضية بأعلى صوت بأن هذه القوانين قابلة للتطبيق. جاءت أزمة مجلس الدولة، ضعف المسار السياسي القانوني التشريعي الاستشاري، يعني لو قلنا السلطة التشريعية البرلمان، ولكن مجلس الدولة سلطة مكملة وهي سلطة استشارية لأغراض الذهاب في العملية الانتخابية مع مجلس النواب. الحقيقة بعد تلك الحادثة أصبحت لدينا حكومة بغطاء سياسي، الغطاء السياسي يسوق لها دوليا لديها اعتراف دولي، وحكومة بغطاء تشريعي، حكومة حماد، يعني حكومة البيبر عندها غطاء سياسي رئاسي، وحكومة حماد عندها غطاء تشريعي في البرلمان، وعندها شرعية داخلية ولكن ما عندهاش الاعتراف الدولي. الأطراف أصبحت أكثر يعني في توازن بين الحكومات، يعني أصبحت حكومة حماد كذلك لديها حظوة داخلية وتشريعية، خصوصا بعد الاتفاق اللي صار حول ميزانية موحدة تصرف على حكومتين، وثم توقف ذاك الأمر. طبعا أعتقد أن الأمريكان هم من أوقفوا ذاك الأمر، وبالتالي المسار اللي كنا ماشيين فيه، وأعتقد أن لو رجعنا للمسار حلحلة الأزمة الضبابية اللي وصفتها حضرتك، هو تغيير يبدأ المسار بتوحيد السلطة التنفيذية بأمانة، سواء بدمج الحكومتين أو حكومة موحدة جديدة لغرض تكون هي سلطة تنفيذية واحدة على أراضي الدولة الليبية، علشان نطلع من قصة من يحمي الانتخابات ومن يقوم بدعم المفوضية وما إلى ذلك. المسألة المتعلقة بسؤال حضرتك بالاستفتاء، أولا هناك صعوبات، أنا لا يعني مش عارف البنية الإلكترونية في ليبيا هل هي
جائزة لتطبيق عملية استفتاء إلكتروني، لأن المطروح هو عملية استفتاء إلكتروني. مش عارف يعني العوائق اللوجستية هل هي ممكن نتجاوزوها في عملية الاستفتاء؟ هذا يعني في 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 العنصر المادي. العنصر الموضوعي، مسألة الاستفتاء مرفوضة من حكومة حماد والبرلمان، وبالتالي المناطق الممتدة من غرب سرت إلى مساعد إلى سبها وأباري وغات، مناطق سيطرة حكومة حماد، هذه المناطق سوف تخرج من عملية الاستفتاء. إذا موضوع الاستفتاء موضوع هلامي، هو عبارة عن سلاح رادع يستخدمه الرئاسي لصالح حكومة الوحدة الوطنية لابتزاز مجلس النواب على عدم القدوم أو المسار في عملية تشكيل حكومة. ربما الرئاسي يعمل لصالح حكومة الوحدة الوطنية لتقويع الظروف السياسية الواقعية الداخلية المحلية لصالح حكومة دبيبة أو الدبيبة رأسا بدون حكومته، لغرض استمراره في السلطة كما هو يعني يطمح. وهذا يعني مسألة الحقيقة أصبحت أكثر تعقيدا. أنا أرجع وأخوض في ظل الانقسام الحاصل داخل مجلس الدولة، بالرغم هو أعذرني الوقت انتهى، ولكن مش موضوع نقاشنا فقط، لأنه الوقت انتهى. أعذرني سيد راقي المسماري، الوقت انتهى، الساعة انتهت الآن. قد نخصص حلقة أخرى لنناقشة موضوع الخلاف داخل مجلس الدولة، وقد تكون أيضا بطبيعة الحال إذا كان وقتك يسمح تكون أيضا ضيف عزيز موجود معنا في حوارية الليلة، نناقش هذا الموضوع وتكون معنا في حينها. ونشكرك على تواجد وجودك معنا وحضورك دائم في حوارية الليلة، وتناقش بشكل دوما أي موضوع يطرح على شاشة الأحرار. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية السيد راقي المسماري، كما أشكر ضيفي السيد أشرف الشح المستشار السياسي والأسبق للمجلس الأعلى للدولة، وأيضا عضو لجنة الحوار السياسي سابقا سيد معاد المنفوخ، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وفي الختام مشاهدينا، إذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وكان معنا في بدايتها عضو لجنة الحوار سابقا سيد علام الفلاح، لكن فضل انسحاب بعد خلال مداخلة النائب جبريل وحيدة. وأيا كانت الأسباب، فلا يسعنا إلى أن ننوه بأن شاشة ليبيا الأحرار حوارية الليلة هي ملتقى حواري دائم الانعقاد، نستضيف فيه كل الأصوات، نواجهها بالأراء المخالفة لرأيهم، ونطرح الأسئلة الصحيحة التي تظهر المواقف في حجمها الحقيقي. ومرحب بمن انتحق وبعودة من انسحب متى أضاف حضوره للقضية وللنقاش. ننوه إلى أننا لا نضع الكلام في فم أحد من ضيوفنا الذين يلتحقون بنا في أي حلقة من حوارية الليلة، وللجميع أيضا حق في أن يطرحوا ما يريدون، ولنا أيضا حق أن نسأل. ومجددا المواطن، كما قلناها في كل مرة، المواطن بوصلتنا، شاشتنا ستظل حدودها بحدود الوطن، وأصواتنا هي امتدادا لأصواتكم مشاهدينا الكرام. أجدد لكم الشكر على طيب وكرم المتابعة دائما، دمتم بالخير.